بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحبابنا طلاب مدارس العبير الأهلية، أهلا وسهلا بكم. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى في الاستماع إلى نص الاستماع، سيدة نساء أهل الجنة. نتعرف من هي سيدة نساء أهل الجنة، ولا ننسى أبطال آداب الاستماع ومنها اللصاء الجيد. والآن نستمع إلى هذا النص بإنصات حتى نجيب عن الأسئلة التي توجد في الكتاب المدرسي. نبدأ الآن في الاستماع بإذن الله. سيدة نساء أهل الجنة هي رابعة بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغرهن. والدتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ولدت قبل 5 سنوات من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمضت طفولة سعيدة بحب أبيها وأمها وتدليل أخواتها. شهدت نضال أبيها حتى لحق بالرفيق الأعلى. بعد وفاة أمها قامت برعاية بيت أبيها خير رعاية، حتى كنيت بأم أبيها لكثرة عنايتها به وخوفها عليه. لقبت بالزهراء وبالبتول، وقيل سميت بالبتول لعلو مكانتها وسمو منزلتها، وكانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت تصنع هي به. وقالت أيضا: ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها، ولها في كتب الصحاح 18 حديثا. تزوجت ابن عم أبيها علي بن أبي طالب، ودعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في نسلهما، فأنجبا الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. لما دنا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعت إلى زيارته، فهش للقائها، ثم أسر إليها أن أجله قد حان فبكت، لكنه خفف عنها قائلا: إنك أول أهلي لحوقا بي. فابتسمت، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، وبقيت فاطمة الزهراء حزينة عليه، وسرعان ما لحقت به، وكان ذلك بعد 6 أشهر صبيحة يوم الاثنين 2 من رمضان 11 للهجرة. يومئذ ودعت أهلها واغتسلت، ثم جعلت أم رافع فراشها في وسط الدار، فاضطجعت عليه مستقبلة القبلة. أغمضت فاطمة الزهراء عينيها، وفاضت روحها الطاهرة إلى بارئها، ودفنت في البقيع. والآن يا أبطال، بعد أن استمعنا إلى هذا النص الجميل، نوع هذا النص، نبدأ فيه الأسئلة. نوع هذا النص، هل هو قصة أم سيرة أم مقابلة؟ نعم، هو سيرة، لأنه يخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، العنوان المناسب للنص، هل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أم أم أبيها؟ أحسنتم، العنوان هو أم أبيها، وهي السيدة فاطمة رضي الله عنها، وكنيت بأم أبيها لكثرة عنايتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني، يحدد معاني الكلمات. معنى كلمة نضال أي دفاع، نضال أي دفاع. نسلهما أي أولادهما. اضطجعت أي نامت، اضطجعت على جنبها الأيمن، أي نامت على جنبها الأيمن.
نكمل بإذن الله. أضع علامة صح على يمين العبارة الصحيحة وعلامة خطأ على يمين العبارة غير صحيحة. فاطمة رضي الله عنه هي رابعة بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنتم، صح. السؤال الثاني، أم فاطمة هل عائشة رضي الله عنها؟ إجابة خاطئة، لأن أمها هي السيدة خديجة رضي الله عنهن جميعا. أنجبت فاطمة لعلي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. أنجبت فاطمة لعلي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. أحسنتم، إجابة صحيحة. نكمل بإذن الله. ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل 5 سنوات، أحسنتم، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أمضت فاطمة طفولة سعيدة بحب أبيها وأمها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة، هو هذا طبعا هو العنوان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاطمة هي طبعا هي سيدة نساء أهل الجنة. نبدأ في السؤال الخامس يا أبطال. هنا في الوسط السيدة فاطمة رضي الله عنها كنيتها أم أبيها. كنيتها إيه؟ أم أبيها. أمها طبعا هي السيدة خديجة رضي الله عنها، وفاتها في الثاني من رمضان سنة 11 هجرية. زوجها هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. عدد أبنائها 4، لقبها الزهراء أو البتول، وكما ذكر في التسجيل الزهراء البتول لعلو مكانتها، كانت لها مكانة كبيرة، وكانت هي أشبه كلاما بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عنها السيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحد أشبه بكلامه، أو ما رأيت أحد أفضل من فاطمة غير أبيها. وأيضا كما استمعنا إلى النص أن لها في كتب الصحاح 18 حديثا، أي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن زوجها وعن أبيها. واللهم الحقنا بهم. في الختام يا أبطال أتمنى يكون الدرس به استفادة، وأشكركم للاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.